ماذا يقول القانون المصري في حق الرهانات؟ يقول طارق بيه المحامي بالنقد والدستورية العليا إن القانون المصري يمنع المقامرة فقط، لكن مواقع المراهنات ليست مجرمة بشكل أو بآخر في القانون. افهم معنى الكلام يا زميلي، إنك ملكش حق عند المواقع الرهانات دي، ما تحاولش تعمل فيها الواد الناصح إن أنت ممكن تعمل شكوى والكلام ده، أنت لو عملت شكوى هتتحبس مش هتطلع. فاهم يا زميلي؟ ما علينا، مش في دينا النهارده، خلينا بالفيديو بتاعنا يا رجاله. النهارده هنلعب ميلي بت يا رجاله، ميلي بت ب 1000 جنيه، عبيله واديله احلى ميلي بت. خش يا سيدي على الفيديو، شحننا 1000 جنيه مستلفها يا جماعه، معلش سامحوني، 1000 جنيه مستلفها. المهم يا سيدي هنخش نبدا بال 1000 جنيه، عايزين نطلع كده حسنه كويسه ونرجع الفلوس اللي احنا خسرناها، نرجع جزء بس صغير منها. بدأنا ب 10 جنيه طبيعي. خش يا سيدي النت ماله؟ ايوه خساره الحمد لله، مفيش مشكله، احنا متعودين على كده خالص، احنا متعودين ان احنا نخسر طبيعي جدا يعني. حلو ده، جاب 40 جنيه اهو، عايز ايه تاني؟ 40 جنيه معانا 1010 والعجله شغاله. روح يا عم حميده دلوقتي مش فاضي. خش يا سيدي الرهان 80 جنيه. لا ده انت فاجر بقى. لا انا فاجر بقى يا جدعان، 80 جنيه مره واحده، يخرب بيت كده. 24 جنيه من 80 يا جدعان، انا لو متسول في الشارع مش هاخد المبلغ ده. خش يا سيدي، بس ان شاء الله هنعمل قرش محترم منه، هنعوض، لازم نعوض المره دي يا جدعان بشكل او باكثر، لازم نعوض، اصل انا مدمن، خلي بالك ده انا مدمن، ده انا امرت جامد قوي على فكره، ما تقلقش يعني، مش انتوا بس اللي امرتيه. بص يا باشا 288 مكاسب بالعبيط، دي 1000 جنيه، ايه ده؟ ده بقت 1000 جنيه و16، يعني مش كانت مش عارف كام بقت كام، ما علينا ما فيش مشكله، ادينا مكملين مع بعض، ادينا بنتسلى. حط يا حبيب قلبي كده، هات لك ازازه ويسكي وحطها جنبك كده وجهز الشيشه وعيش الخيال معايا، العب. ما هو احنا اصلا احنا في كازينو، يعني هتجيب لي حليب تشربه مثلا؟ هي ازازه ويسكا تظبط الدماغ. خش خش شوف المغامرات يا اخويا، خش. لحد دلوقتي خسرانين شويه قليلين، مش تمن علبتين سجاير، مفيش مشكله، عادي عادي يا عم عادي، اصل اصلا انت مش واخد بالك يا صاحبي، والله انت ما واخد بالك، وكل القصه مش ان انت تلعب وتكسب والكلام ده، قصة إن أنت تلعب وتخسر، فاهمني؟ أنت تلعب وتخسر، مفيش حاجة إنك تكسب، أصل أنت مش واخد بالك إن في ناس شغالة في الشركات دي لازم تاخد الراتب بتاعها يا جدعان، خصوصا غير بقى موضوع الجماعة بتوع برموكود، دول ناس غلابة، دول ناس غلابة مساكين شغالين على الله يسهل لهم. إحنا قصتنا اللي إحنا لازم يا جدعان، ما هو لازم كل واحد فينا يساهم مع الناس اللي شغالة دي في الشركة، امال الناس دي هتاخد مرتباتها ازاي؟ يعني هو يخش يتعب ويصمم لك لعبه وبتاع، فاهمني؟ ومراهنات وسيستم وكل شويه تحديث، طب ايه الحكايه؟ مش هتدي له فلوس؟ اهو كسبنا يا جدعان اهو 1392، ده كده احنا هناخدها من انهي مرتب دي؟ انا متفق ان انا هاخد ال 1000 2000، انا عامل ايداع ب 1000 2000 ومستلفهم، لازم ارجع للراجل ال 1000 جنيه بتاعته، تمام؟ وانا هاخد 1000 جنيه شبرق بيها على نفسي كده، اجيب لها ازازه ويسكي، اصل دي فلوس حرام، عمر ما هجيب لها اكل لاولادي والكلام ده طبعا. هنجيب ازازه ويسكي كده ونقعد مع الشباب نضرب سيجارتين والدنيا تبقى حلوه. الدنيا تبقى حلوه يا زميلي. عايز 2000 يا كريستال يا ميل اللي بيت، عايز 2000، انما شغل القروش والكلام الفاضي ده احنا مش بنبيع لب. احنا هنا مش بنبيع لب. ماشي، انا عارف ان النت ضعيف شويه او السيستم مهنج شويه، بس برضه مكملين، هناخد ال 2000 يعني هناخد ال 2000، وعايزك تحفظ الطريقه بالظبط دي يا صاحبي عشان هتكسب بيها برضه. كل يوم كده اخش كلم بتاع تسهيل واللي بعت لي 1000 جنيه، ولا خد لك كارد بالمره، اقول له خد لك كارد، هات لك كارد مثلا 30000، كل يوم اشحن ب 1000، اعمل زي اعمل زي، هنكسب مع بعض ما تخافش، انا النهارده هكسبك. هو مش كله كله خساره، انا عارف انا حطمتك، انا حطمتك، بس دي ميلي بت شركه محترمه برضه ليها وضعها. ميلي بت، اللي ما يعرفش ميلي بت يبقى ما يعرفش، مش عارف.
المهم خلينا في الفيديو بتاعنا يا جدعان، زي ما احنا شغالين وبنكسب اهو. ده احنا خسرنا، هو اللي حصل؟ مفيش مشكلة، احنا هنكسب. انا عارف انا برجع المكسب بتاعي ازاي، انتوا ما بتعرفوش تلعبوا، انا عارف المكسب بتاعي بيرجع ازاي. المهم ان انت كويس يا اخويا، المهم ان انت كويس، بس سيبك من كل حاجة، اعمل لايك بس وانت قاعد تضحك كده، اعمل لايك، ما تبقاش بخيل. ده انت بتخش تخسر بال2000 جنيه يا جدع وبال10000، مش عارف مستخسر حتة لايك صغير كده، مش بفلوس على فكرة. انا مش شايف هو فيه بالظبط حد يفوقني ونبي يا جدعان، يعني اللعبة مش راضية تدينا ليه؟ طيب ده انا لسه بشكر فيك يا ملي بت، يا ملي بت، يا ملي واد، ولا يا ملي انثى انت؟ ايه ياما ياما، كسبينا شوية والنبي الله يبارك لك. الفيديو بعرضه والله، سمعتكم هتبقى زفت، الناس مش هتلعب عندكم تاني. النبي يا حاج ملي، ايه ده؟ ده 64 جنيه، فين ال1000 جنيه يا جدعان؟ فين ال1000 جنيه؟ راحت فين؟ فين ال1000 جنيه ده انا مستلفها من الراجل؟ ال1000 جنيه راحت فين؟ هتجيبيها تاني؟ اه جات لي الاشاره يا جماعه ان هي هترجع لي الفلوس تاني بال2000 الزياده. اصل ايه بيقول لك قلب المؤمن دليله، وانا يا عبد الله مش مؤمن، فمش عارف الحكايه دي. كلنا مؤمنين بالله يعني، ما نقدرش نقصر في كده، والحمد لله على كل نعمه احنا فيها، مفيش اي مشكله، مكملين برضو بال135 و131، بس ان شاء الله هترفع يا جدعان، ان شاء الله هترفع. انا هو بلعب طبيعي اهو يا جدعان، مفيش واحده فوق واحده تحت، واحده فوق واحده تحت، كما قال الشاعر، كما قال الشاعر بضنجانة، واحدة فوق واحدة تحت. أيوة كام دي؟ 24، 75 قرش. هتيجي إن شاء الله، هتيجي يا جدعان، أنا عارف إن أنا هعوض، أصل دي استراتيجية، مش أي حد يلعب وخلاص. ماشي ركز بس كده وقتي، والدنيا هتبقى زي الفل. جبت الويسكي يا معلم ابو يوسف، جبت الويسكي يا ريس، شد شد في الشيشه، شد يا معلم، شد شد. ما انت كنت عايز بتقول لي عرض الفيديوهات من التطبيق بلاش من الموقع، قلت لك حاضر. انت تؤمر ابو يوسف يا غالي، ابو يوسف يا غالي. خش يا سيدي. نحب نشكر الرجاله طبعا اللي بتعمل لنا لايك، واحلى رجاله في الدنيا، تقديركم فوق دماغي من فوق، وان شاء الله زي ما احنا ثابتين على وضعنا، على وضعنا لحد ما نكرهكم في المواقع دي باذن الله. ما فيش حاجه اسمها مكسب يا باشا، ما تصدقش، كله بيطبل، كله بيطبل يا سيدي. وانت بترقص يا باشا، وانت بترقص، اللي بتضحك انت بترقص، كله بيطبل وانت بترقص، وانت اللي بتدفع يا صاحبي. ونرجع تاني نقول برضو، الناس دي فيها ناس شقيانه، لازم تاخد اجرتها يا جماعه، ما تبقاش وحش، لازم تشحن وتخسر وعشان الناس دي تاكل عيش. مش مهم انت بقى تجيب من تسهيل، تسرق زي ما تجيب هات. هو كان ضربك على ايدك؟ قول لي بقى، كان ضربك على ايدك ولا راح عندك البيت قال لك والنبي لا تجيب؟ تقريبا هو ما فيش غير 11 جنيه والله لا تاخديها، هي جت من 11 جنيه 36 قرش بس يا رجاله كده، كل الحكايه. سلام يا معلمين، ما تنسيش تعمل لنا لايك وفيديوهات جديده ان شاء الله، ويوم اسود للشركات دي. سلام.